السلام عليكم. حضور الدولة في المناطق المحررة، هذا العنوان العريض والمهم، وفي هذا التوقيت تحديدا يضعنا أمام الأدوات التي تعزز فكرة وجودها. فعندما تغيب الدولة يحضر الاستبداد وتحضر الفوضى وتحضر الإمامة، وعندما تحضر الإمامة تغيب اليمن. إذا ما قررنا الشيء بنقيده، فعندما تحضر الدولة تغيب الفوضى ويغيب الاستبداد فتغيب الإمامة، وعندما تغيب الإمامة تحضر اليمن. وكما تقول المعطيات الواردة من الميدان، فإن المقاومة من أجل استعادة مشروع الدولة لا تقل أهمية عن المقاومة من أجل التحرير. ففي كل المراحل الانتقالية التي عاشتها بلدان العالم بعد الثورات، كانت تلك المراحل الدقيقة الفاصلة بين مشروع التحول من الثورة إلى الدولة هي المرحلة الأكثر حساسية. وفي اللحظة الحرجة التي تعيشها بلادنا الآن بين حضور الدولة في المناطق المحررة وشبح الفوضى، كيف يمكن تثبيت حضور الدولة في المناطق بعد تحريرها؟ وما هي آلية تركيب أجهزة الدولة الناظمة للقانون والمنفذة له هناك؟ وما مخاطر ارتباط غياب الدولة بالصورة الذهنية لمشروع الدولة الجمهورية المدنية؟ وماذا عن خطاب الدولة المجسد لفكرة الوطنية الحديثة بعد التحرير؟ حول حضور الدولة في المناطق المحررة ستكون محاورنا وتساؤلاتنا في حلقة المساء اليمني بهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. تداعيات ارتخاء القبضة هو ما نراه في معظم المناطق والمحافظات المحررة جراء الغياب غير المبرر لسلطة الدولة ونفوذها، ما سمح باتساع دائرة الفوضى ونفوذ المجاميع المسلحة. ثمة نجاحات تتحقق في معظم الأراضي التي عادت إلى كنف السلطة الشرعية، ولكنها تتوارى للأسف الشديد خلف الدخان الكثيف الذي تخلفه الأعمال الخارجة عن القانون، من قتل ممنهج للقيادة السياسية والأمنية ورجال الأعمال وأبطال المقاومة، واقتحام وتعطيل للمصالح العامة ليس أولها أو آخرها مطار عدن الدولي. تمضي السلطة الشرعية في استكمال تحرير الوطن من الإنقلابيين، ولكنها لا تبذل ما يكفي من الجهد لتسوية الأرضية في المناطق التي باتت جزءا من سلطتها الشرعية، ولم تنجح حتى الآن في تفعيل أدواتها المتاحة من خطاب واضح وإعلام. ولهذا الأمر مخاطره في ترسيخ صورة ذهنية نمطية عن سلطة عاجزة فيما تتوفر لها كل الإمكانيات لإنجاز نموذج باهر للنجاح. في المربع الخطري ذاته الذي شهد من قبل حوادث استهداف بالقتل والاغتيالات، يلقى قائد أمني بارز في عدن حتفه في عملية تبادل لإطلاق نار مع مسلحين مجهولين. المربع هو جولة كالتكس. على مقربة من هذا المربع دارت أحداث أمنية مشابهة، ومع ذلك ما تزال تقع. إجراء واحد فقط بإمكانه أن يسكت هذه البنادق والرشاشات والقذائف الغادرة التي تتربص برجال مرحلة استعادة الدولة، ومعهم تتربص وتتحين الفرص للانقضاض على الدولة كما فعلت من قبل. منظومة متكاملة من الإجراءات التي ينتظرها اليمنيون في المناطق المحررة، ليس أولها الأمن وليس آخرها استقرار الأوضاع المعيشية. الأمر يتعلق بتأسيس نموذج حقيقي للدولة التي يتطلع إليها اليمنيون باعتبارها البلسم الذي سيداوي الجروح المفتوحة جراء عهود من الصراع والفوضى خلفها اليمن وراءه، فيما لا يزال يمضي متباطئا نحو الدولة التي يعمل أكثر من طرف على إجهاضها. أكثر الضربات إيلاما في مشروع استعادة الدولة اليمنية هي تلك التي تأتي من أطراف يتمترسون خلف الادعاءات الجهوية ويحرفون مسار النضال صوب أهداف غير مجمع عليها، وليس لها من وظيفة سوى أنها تنهك القوى وتشوش الذهن وتخلط الأوراق وتطول أمد معاناة اليمنيين حتى الذين نجحوا في دحر الميليشيا. ثمة معجزة للحل ينتظرها اليمنيون في هذا المنعطف، وهذه المعجزة لن تجترحها سوى الدولة التي إن ساد نفوذها فستزول الفوضى وينتهي تأثير الجماعة المنفلتة. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ نقاشنا اليوم الآن مع ضيفنا عبر السكايب المحلل السياسي محمد علي عثمان من الدوحة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا وأسعد الله مساءكم. أستاذ محمد، يعني في المشهد اليمني الآن هناك مناطق محررة وهناك مناطق على وشك التحرير وهناك مناطق محتلة من قبل انقلاب الحوثيين. إذا ما جئنا إلى المناطق المحررة، هل ترى أن حضور الدولة هناك كافي ويمثل يعني نموذجا يحتذى به أو يقبله الناس بمسمى الدولة أو تحت توظيف الدولة لمفهوم هذا يعني المفهوم؟ أولا حقيقة أخي العزيز، دعني أنوه في البداية أننا الجميع يجب أن يعرف أننا نعيش
مرحلة أعقد من مرحلة ما بعد الثورة. يعني في الغالب وفي الطبيعي الناس يقولون مرحلة ما بعد الثورة يكون هناك فوضى وتكون هناك انفلاتات أمنية وغيرها، لكن نحن بعد الثورة أتت ثورة مضادة، انتقلنا إلى مواجهات مسلحة بين مقاومة، بين الشعب اليمني يطالب بدولة مدنية، وبين جماعات انقلبت على السلطة ونظام سابق يريد أن يعود للحكم عبر انقلاب على الدولة المدنية التي كنا على أعقابها. لذلك نحن نعيش الآن مرحلة أعقد من مرحلة ما بعد الثورة حتى، لأنه نواجه جماعات مسلحة متمردة، نواجه خلايا نائمة موجودة هنا وهناك. بالطبع النموذج الموجود في المناطق المحررة الآن نموذج سيء، هناك تقصيرات وهناك قصور غير عادي. نحن دائما عندما تحدث عملية اغتيالات أو تفجير هنا وهناك في المناطق التي حررت مثل عدن، بالطبع الجميع يعرف أن من يقف وراء هذه التفجيرات ووراء هذه العمليات والمستفيد منها هو نظام علي عبد الله صالح النظام السابق، وأيضا جماعة الحوثي، يعني التحالف الحوثي العفاشي هو المستفيد وهو من يقف وراء هذه الانفلاتات. لكن هذا لا يعطينا مبرر أو شماعة أن نظل نلقي باللوم على الطرف المتمرد أو الطرف الآخر دون أن نأخذ بالاحتياطات ودون أن نأخذ بخطوات طيب خطوات يعني عملية على الأرض. نعم، يعني أنت تتحدث الآن عن أننا نحن الآن أمام مرحلة حساسة مفصلية، فإما أن تحضر الدولة وإما أن يحضر شبح الفوضى على حساب الدولة، أليس كذلك؟ نعم 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 أخي العزيز، هناك خطوات أساسية يجب على الحكومة أن تقوم بها. يعني صدر قرار للرئيس عبد الربه منصور هادي باحتواء أفراد المقاومة، شباب المقاومة الذين حرروا عدن، ما الذين هي هذه وقفوا الخطوات أستاذ هناك. محمد؟ دعني سأحكي لك عن أهم خطوات يجب اتخاذها لتلافي حدوث مثل هذا الانفلات ومثل هذا النموذج السيء الذي الآن جعل المواطن في صنعاء وفي المناطق الشمالية يقول إذا كان النموذج للمناطق التي تحرر من أيدي الحوثيين ستصبح مثل عدن لا نريدها بهذا المفهوم. هناك مشكلة يجب أن نغطي عليها. أولا صدر قرار للرئيس عبد ربه منصور هادي باحتواء أفراد المقاومة، إلى الآن لم يطبق. يعني أفراد المقاومة الذين قاوموا والمقاومة الحقيقية في عدن همشت، والآن كذا هناك جماعات مسلحة كثيرة انتشرت. الجهاز الأمني في عدن لم يبذل له أي خطوات عملية. نحن نسمع عن تدريب الجيش الوطني وتدريب، أما الجهاز المخابراتي والجهاز الأمني لم يبذل فيه أي مجهود. يعني أنا هو على كل حال رئيس الحكومة وجه اليوم يعني بقرارات في هذا تصفي هذا النطاق بالأصح، لكن إذا ما تحدثنا عن أبرز معيقات وجود وحضور الدولة الآن في عدن كنموذج عن بقية المدن المحررة، فيما تلخصها؟ ألخصها بالآتي: أولا يجب سرعة احتواء الأفراد المقاومة الشعبية التي صمدت في عدن والتي حررت عدن من جماعة الحوثي. أنا أتحدث أستاذ محمد على أبرز المعوقات لا أبرز الحلول. أبرز المعوقات الحالية: أولا وجود خلايا نائمة تتبع علي عبد الله صالح وتتبع جماعة الحوثي في عدن وفي غيرها من المناطق التي حررت، والأجهزة الأمنية غير قادرة على الإمساك بهذه الخلايا والحد منها. الشيء الثاني وجود فصائل لها مصالح ولها أجندات أخرى تتبع فصائل في الحراك الجنوبي وفي غيره من الفصائل الأخرى تريد لا تريد لنموذج التحرير في عدن أن يكون نموذج جيد، ولا تريد للأمن والاستقرار، تريد أن توصل رسالة أن الحكومة ليست أهلاً لاستعادة الأمن والاستقرار في المناطق التي حررت، حتى تبطئ من عجلة التحرير في المحافظات وفي المناطق الأخرى. وهذه الخلايا بالطبع تتبع علي عبد الله صالح وتتبع جماعة الحوثي وإيران مباشرة. لكن كل هذه المعوقات بيد الحكومة الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه، يستطيعون اتخاذ خطوات معينة للحد من هذا الانفلات ومن هذه المشكلة التي أصبحت الآن ليست انفلات بسيط هنا أو هناك. طيب أو أستاذ محمد، يعني هو في الأخير يعني الحل الأمور ليس فقط في يد الحكومة كما يقول الكثيرين. دعنا الآن نشك في الحديث وكيل وزارة الثقافة والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من تعز الأستاذ عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. مساء النور أخي. أستاذ عبد الهادي، في تحديدا في هذا السياق، سياق أن المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة الشرعية، هل النخب السياسية
المساندة للشرعية جادة في العمل كفريق جماعي، يعني بالتوازي مع المقاومة لاستعادة مشروع الدولة من وجهة نظرك؟ أعتقد أن الجميع لديه الاستعداد، لكن مجرد وجود الاستعداد وحده لا يكفي. يجب أن تكون هنالك خطة عامة تبدأ أو تنطلق مما يعرف ذهنيا وثقافيا بإيديولوجيا الدولة. إيديولوجيا الدولة كفكرة والدولة الإدارية والمؤسسات القائمة يجب أن نعطيها قدرا كافي من الموازاة بينها وبين المجتمع والسلطة المحلية، إشراك كل الأدوات الفاعلة. مشكلتنا تقع في القيادة، لا توجد قيادات حقيقية داخل المحافظات قادرة على أن تلم الناس وتتحرك باتجاه مصالح الشارع. هناك شارع لديه الرغبة الجامحة والرغبة الكبيرة في إعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها. الجميع يقاتل من أجل مشروع الدولة، وبالتالي هذه المسألة مسألة محورية فيما يخص الدولة، لكن تبقى هنالك معايير أخرى. الدولة قبل كل شيء هي إمكانيات وسلطة إنكار، تفويض ثم وجود ديني ثم تفويضا ثم سلطة إكراه. هذه العمليات، التفويض موجود، سلطة الإكراه غائبة، الإمكانيات غائبة. سلطة الإكراه قائمة من سيف المعز وكيس دراهمه، وبالتالي اليوم قدمت بالأبارحة، قدم مدير أمن مديرية الحوطة في لحظة استقالته لأنه ظل يناشد الجميع أن ليس لديه إمكانيات، لا يمتلك طاقم أي سيارة عسكرية للحركة. إذا هناك مشكلة إجمالا لدى الجميع، الجميع يصاب بحالة ذهول. طيب ماذا عن المشروع الشعبي أستاذ عبد الهادي؟ ماذا عن المشروع الشعبي المساند للشرعية؟ هل لديه هذا الحرص؟ المشروع الشعبي يحتاج قيادة. هل سمعت طوال الفترة الماضية أن وكيل محافظة من المحافظات أو مدير عام اجتمع بالوزارات بالزعامات بالقيادة السياسية في مديريته، أشرك الجميع في مسألة الأمن، حمله لنا المسؤولية؟ على الحكومة كانت تدرك تماما أن الدولة نهدت، معنى نهدت سلبت إمكانياتها الخشنة، الأمن إمكانيات خشنة. أيضا غير الجيش، نحن لا نتكلم هنا عن مسألة التحرير والقتال، نحن نتكلم عن أدوات أخرى، عن وجود محاكم، نيابات، عن فكرة الدولة. الدولة موجودة في المشتقات النفطية، في الكهرباء، لنقل أن الكهرباء فعلا المركزية خارج هذا السياق، لكن وجود المشتقات النفطية، المسائل التموينية للناس، مسألة الإغاثة. هل سمعت أن أحد وزراء الحكومة القائمة مع الأسف الشديد وهذا واحدا من هذه الحكومة قد زار أحد الجبهات التي هو فيها؟ هل زاروا جبهات؟ هل اجتمعوا؟ هل زاروا المديرية المحررة؟ هل اجتمعوا بالناس؟ هل ناقشوا؟ هنالك آلاف من الأسئلة. لماذا حالة الذهول، حالة الانعدام عن الفعل، حالة العجز التي يتصف بها الجميع؟ الجميع غادر إلى الرياض وأصبح يحكم البلد بالمراسلة، أشبه بما يجرى الآن على في الفيسبوك وأيضا الواتس ووسائل التواصل الأخرى. هذه سلطة. الناس، المجتمع تقليدي يحتاج قدوة. الناس تريد أن ترى قيادتها فيما بينها حتى تكون قادة في مسائل حتى الحرب والتحرير. طيب تفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الهادي العزعزي. أعود إلى الأستاذ محمد علي عثمان. بناء على ما قاله الأستاذ عبد الهادي وفي سياق متصل فيه، هل توفير الأمن واحتياجات المواطن الأساسية أولوية لحضور الدولة؟ نعم، مع أني لم أسمع جيدا ما قاله الأخ عبد الهادي العزعزي، لكن بشكل عام حضور الدولة يتمثل بالأمن، بتقديم الخدمات، باستعادة تطبيع الحياة وتطبيع مؤسسات الدولة وعودة الحياة إلى طبيعتها حتى يشعر المواطن. الشيء الثاني إشراك المواطن وإشراك أنت تعرف أنه في أي ثورة ما بعد الثورة مباشرة تحدث ما تسمى بلجان شعبية أو تشكل ما يسمى بلجان شعبية تحفظ الأمن. هذه اللجان تنبذ أو ترفض مبدأ معين، فمثلا في عدن الناس شعبيا وفي الجنوب عموما يرفضون فكر الحوثي ويرفضون اقتحام الحوثيون وعلي عبد الله صالح للجنوب، فاللجان الشعبية هذه كانت ستحتفظ الأمن بصورة أفضل لكن نحن الآن هناك حاجة للتفريق ما بين اللجان الشعبية لربما تتمثل الآن في المقاومة، والآن الحديث هو عن
حضور الدولة كمؤسسات رسمية فاعلة، يعني حضور الأمن، حضور قوات تتوزع يعني في أماكن مختلفة من المدن وتحفظ الأمن فيها، بغض النظر عن حديث عن وجود لجان شعبية أو مقاومة أخرى. نعم أخي، بس وهنا احنا نحاول أن ننوه لموضوع الأمن متمثل بالمقاومة واللجان الشعبية كانت ستحفظ الأمن، لأنه عودة الحكومة وعودة الدولة أهم نقطة في البداية هو الورقة الأمنية. إذا استتبت الورقة الأمنية وأصبح الأمن موجود، أما إذا كانت الحكومة لا تأمن على نفسها فكيف ستوفر الأمن للمواطن؟ بالطبع أيضا إذا الحكومة عادت، إذا الدولة عادت بمختلف صورها، المصالح الحكومية بدأت تشتغل بشكل جيد، الخدمات بدأت تتوفر للمواطنين، الحكومة بدأت تلتقي بالمكونات السياسية والنقابات والتنظيمات السياسية والاجتماعية الموجودة داخل المجتمع، نحس أن شكل من أشكال الدولة بدأ يعود، يعني بدأت الحياة تطبق. لكن أن نرى مجموعة من الوزراء يأتون ثم يرحلون، يعني متنقلون، يعني ترانزيت، هذا لا يعطي تطمينات. يعني هناك مشكلة يجب أن لا نصمت عنها. طيب. يعني هذا الكلام يدفعني إلى سؤال الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، يعني ما الذي يمكن عمله بعد التحرير في المناطق المحررة وقبل التحرير في المناطق التي لا زالت لم تحرر أو شبه محررة لتجاوز معيقات الدولة المدنية الاتحادية التي ينشدها اليمنيون في الأخير، والتي يعني أقرها مشروع أو الحوار مؤتمر الحوار الوطني؟ الحديث عن الدولة الاتحادية لا زال بعيدا. الآن هناك استعادة سلطة الدولة القائمة، استعادة سلطة الدولة هنا القائمة. نحن نتحدث عن الإجراءات التي يجب عملها قبل التحرير وبعد التحرير في المناطق التي حررت بالفعل. قبل في المناطق المحررة عليك إعادة أداء جهاز الدولة وبالذات جهاز الشرطة. إذا سقطت المسألة الأمنية فإننا سوف نواجه مشاكل جمة، جرى فتح السجون، جرى إطلاق من كان فيها، جرى تخويف الناس، الناس بدأت في حالة من الرهاب. أيضا إعادة الأجهزة التي كانت موجودة واستبدال بعض قياداتها، ترميم هذه الأجهزة أولا كإجراء مرحلي، توفير الإمكانيات اللازمة. يا أخي الآن أنت من أجل أن تضبط الأمن محتاج دوريات، محتاج حركة أطقم، محتاج إعادة قيادة الدولة، محتاج الزي الرسمي، محتاج منع السلاح في بعض المدن، محتاج تقديم رسالة تطمينية أولا في الجانب الأمني ثم تليها الخدمات. هذه المسألة هناك مدراء مديريات، أدوات السلطة المحلية لا زالت قائمة لكنها لا تريد أن تعمل، هذه الأدوات لا تريد أن تعمل وما زال قصير. يعني هي كيف ستعمل أستاذ عبد الهادي إذا لم يعني يتوفر لها المال الكافي لتشغيل هذه المؤسسات التي بالأخير يعني هناك رواتب يجب أن تدفع، وهناك توجه دولي مشرف عليه، وهناك ضغوط دولية على أن يعني وجود مصادر التمويل هي لا زالت في المركز بصنعاء؟ كيف يمكن يعني حل هذه المعادلة؟ أعتقد أن ديغول استعاد الدولة الفرنسية من على ظهر سفينة، على الحكومة القائمة أن توفر قروض وأن تنقل الثقل المالي، المركز المالي، عليها أن تتحرك كبديل. أنت الآن بديل لسلطة انقلاب تتهاوى، عليك أن تنقل هذه المسائل، أن توفر ميزانية التشغيل. الحكومة تدرك يا أستاذ تماما أن الموارد المحلية لا تكفي، أن الميزانية التشغيلية تأتي من المركز، هذه الميزانية توقفت. إذا كيف يمكن أن ألزم سجن إذا كنت لا أستطيع أن أوفر قوت للمسجونين داخل هذه السجون؟ هل أظل أحتجز الناس ليموتوا جوعا؟ هذه مسائل أساسية على المحافظين ومدراء المديريات تجير الموارد المحلية لنفقات تشغيل، على الحكومة أن تفوضهم بذلك. هذه المسائل يجب كسر القوانين والرتابة القائمة، وبالتالي نظل مربوطين بصنعاء تماما، وهذا إشكال. علينا أن نقدم صورة ذهنية للمواطن، أن نخلق حالة ثقة بدلا من المواطنين الحالة القديمة التي كان المواطن يرى ما يعرف بدولة البداية خصم. هذه المسألة يجب أن تنتهي. بالنسبة مثلا أنا في المديريات التي حررت من تعز والتي ظلت محررة، لا زالت كما قلنا أيام الملكية ما قبل عام 62،
العسكري على الحكومة والأجرة العسكري ونفقته على المواطن. علينا أن نعي هذه المسائل. لا أعرف بأي آلية تفكر الحكومة. نعم أستاذ عبد الهادي. ولا تدري ما هي النفقات الممكنة. طيب تفضل بالبقاء معنا. أعود إلى الأستاذ محمد علي عثمان. أستاذ محمد، هناك نجاحات لا شك في إدارة الدولة في المناطق المحررة، وهناك أيضا إخفاقات. هل حدثتنا عن الجانبين من وجهة نظرك؟ نعم، هناك جهود تبذل لكن ليست على المستوى المطلوب. يعني نحن دائما نتحدث كل شيء، عندما نتحدث عن أحدهم يقول لك لا يوجد إمكانيات، لا يوجد دعم، لا يوجد كذا. يا أخي، أنتم بسطتم نفوذ على مناطق معينة وموانئ. ابدأوا بتشغيل الحياة. الإخوة في التحالف لن يتوقفوا عن الدعم. يعني هناك ملايين كانت تصرف لمشايخ قبائل هنا وهناك ولقيادات هنا وهناك، بالطبع ستصرف مبالغ أكثر منها للدولة، دعم لميزانية الدولة وتشغيلها حتى تعود للوضع الطبيعي. الموانئ الآن، الموانئ والمنافذ البرية والبحرية معظمها تحت أيدي القوات الشرعية. يجب بداية الحركة، يعني الإحساس بالمسؤولية. إذا كل مسؤول في الشرعية أحس بمسؤوليته وعمل بإخلاص، ستكون المخرجات أفضل مما نحن عليه الآن. بالطبع هناك معوقات كثيرة، هناك جماعات متطرفة تظهر هنا وهناك. طيب هناك يعني أين نجحت الدولة أو الحكومة في إظهار نموذج الدولة والمدن المحررة؟ يعني ما هي أبرز النقاط المضيئة في هذا الخصوص؟ والله حقيقة نحن كمؤيدين للشرعية وكطرف ينشد الدولة المدنية وضد الانقلاب وضد كذا، نريد أن نسلط الضوء على المشاكل، لأنه المشاكل طغت أو السلبيات طغت على الإيجابيات. يعني أنا أقول لك أنه مثلا في عدن بدأت الأمور تمشي بوتيرة جيدة في البداية، وبدأوا افتتاح المدارس وافتتاح، حتى لاحظنا في الشواطئ الناس هناك آمنة والناس تتحرك بشكل طبيعي، الإغاثات بدأت تصل والناس الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها، المشتقات النفطية متوفرة في معظم المناطق المحررة خصوصا مثلا في مارب في عدن وغيرها. هذه نقاط إيجابية وطبيعية يجب أن تحدث. لكن أنا أقول لك أنه سأعطيك مثال. مثلا في الوضع الأمني، عندما تصل مفخخة إلى نقطة أمنية وتتفجر هناك وتقتل جنود بمن عليهم، نحن لا نقصد بالجانب الأمني فقط أنه يكون عندنا آليات ومدرعات فقط، هناك أيضا جانب مهم، الجانب الجهاز الاستخباراتي، جهاز المخابرات. نحن نعرف أن لدينا كان جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي، وهذا كله ولاءات يتبع علي عبد الله صالح. هذه الأجهزة مجمدة، لا تشتغل، لا يوجد فيها كوادر وطنية تعمل لصالح الدولة الشرعية ولصالح الحكومة الشرعية. يجب النظر في هذه الأمور، ويجب العمل على وتيرة عالية، يجب إعادة هيكلة كل هذه الأجهزة وسرعة إسناد المسؤولية لأشخاص وطنيين يستطيعون لم هذه الأمور. أيضا الوجاهات القبلية والشخصيات الاجتماعية والسياسية في معظم المناطق المحررة يجب أن يحصل تواصل بينهم وبين الحكومة بشكل مكثف. يجب أن يحسوا أنهم جزء من الدولة، جزء من الشرعية. يجب أن لا نحس أن احنا مجموعة من الفرق، كل فرقة تبحث عن مصالح معينة. نحن لدينا هدف واحد الآن، ولدينا هدف عام، نريد أن نرسم نموذج مشرف للمناطق المحررة. نريد أن يحس المواطن في إب وفي ثمار وفي صنعاء أن الدولة عادت إلى عدن وإلى لحج وإلى أبين وإلى غيرها من المحافظات، وعادت الدولة، عادت المشتقات النفطية، عادت الكهرباء، عاد الأمن والاستقرار، اختفت الميليشيات والجماعات العشوائية من الشوارع، اختفى السلاح وغيره من النماذج المشرفة التي تعطي تطمينات. يعني بالطبع الورقة الأمنية علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي الآن يزايدون علينا بها، لكن الجميع يعرف والجميع يعي أنه مهما عملوا، مهما اشتغلت أياديهم الخفية، مهما اشتغلت أيادي المخابرات والأمن القومي، هي ربما أصبحت في الأخير ليست خفية، يعني أفعلها أصبحت باتت واضحة. على كل حال أستاذ محمد، دعنا نستكمل النقاش، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. أمل منك ومن ضيفي الآخر البقاء معنا، وكذلك من السادة المشاهدين. نذهب إلى الفاصل ثم نعود لسينا في النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى ضيفي عبر الهاتف من تعز، الأستاذ عبد الهادي العزازي. أستاذ عبد الهادي،
بعد تثبيت الأمن، ما هي الأولويات التي تهم المواطنين للالتفاف حول مشروع الدولة؟ الخدمات التي تعبر عن الدولة، على رأس هذه الخدمات المشتقات النفطية، ثم مشكلة الغاز، الوقود، مشكلة المواد الغذائية. هذه التسهيلات الأساسية، أيضا عودة جي الشرطة مراكزها، أماكن تواجدها، تشغيل النيابات، المحاكم في المناطق المحررة. مع الأسف الشديد، مثلا أنا في مديرية الشمايتين، هذه المديرية أولى المديريات التي جرى تحريرها قبل أن تبدع عاصفة الحزم منذ عام. النيابة متوقفة، المحاكم متوقفة، هناك عشرات من القضاة لم يتم تعيينهم. الأمن أيضا لم يستطع الإدارة المحلية أن تسعى لإيجاد هيكل بديل، هنالك هياكل بديلة. حكمتنا مثلا الملكية ما قبل الجمهورية بالأدوات التقليدية، بالمشيخات وما عرف بالعدول، وأيضا مندوبين القضاء وما نسميها بمرفقات الضبط القضائي. يجب أن يكون القائمين رجال دولة. هنا إشكال أساسي إلى الآن، الوجود الذهني للدولة، الإذاعة على أولها، لماذا لم يتم تشغيل إذاعة عدن وتصبح هي الإذاعة الناطقة باسم الحكومة بدلا من الإذاعة من خارج السياق، من خارج الجمهورية؟ ما المبرر؟ ما هي الوسائل؟ كم سوف تكلف هذه المسألة؟ مستعدين أن نجمع إمكانيات الإذاعة بجهد شعبي من الناس أن نجمعها كتبرعات؟ أين الإشكال؟ هذه مع الأسف الشديد عاما كامل والحكومة تذهب وتعود، البقية مقيمين في الرياض، نحن نحكم بالمراسلة. هذه المسألات أصبحنا وجهنا كما يقال أمام الناس محرجين إلى أبعد حد. الناس تقول هذا ما جنيتموه علينا، يعني لماذا لا يستشعر هؤلاء المسؤولية الذين لا يظهرون حتى في مؤتمر صحفي؟ عليهم أن يكونوا قريبين من الناس. بالنسبة لما يجري مثلا في عدن، في لحج، في النقاط، أنت تشعر أنك تخرج من مديرية إلى مديرية، من دولة إلى دولة إلى دولة، هذه مسائل غير مقبولة. هناك قوات موجودة، لماذا لا يتم حل مشكلة دمج المقاومة بالجيش، استبدال قسما من العناصر الجيدة، استدعاء وقيادات تتمتع ببعد شعبي داخل هذه المناطق؟ تصبح المشكلة أن قسم كبير من هذه القيادات مربوطة بهذا الاتجاه. علينا العمل على الوجود الذهني للدولة. الرسالة الإعلامية سيئة، سيئة جدا هذه الرسالة. لولا أن حماس الناس ورفضهم للإنقلاب فإن هذه الرسالة أيضا سيئة. نعم. الحكومة تعيش حالة عجز بكل معاني كلمة عجز، كأن هؤلاء لم يكونوا ضمن دولة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الهادي العزعزي، المحلل السياسي ووكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ علي الشريف، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار. أهلا بك أستاذ علي. انقطع الاتصال إذن يبدو مع الأستاذ علي. أعود إلى الأستاذ محمد علي عثمان، المحلل السياسي معي عبر الهاتف عبر سكايب من الدوحة. أستاذ محمد، يعني هناك تحدث الأستاذ عبد الهادي عن ضرورة وجود توفير الخدمات وتوفير يعني مؤسسات الدولة عملها بشكل أكبر وتفعيل عملها وتطبيع الحياة المدنية في المدينة، لكن السؤال يقول الآن في حال غابت هذه الأحداث أو الإجراءات العملية للدولة أو الحكومة، ماذا سيؤثر ذلك في ذهنية الناس أو صورة ذهنية للناس حول مفهوم الدولة وحول مفهوم الدولة المدنية أيضا؟ حقيقة هذا سيرسم مفهوم ذهني، سيرسم صورة متشائمة عند في ذهن المواطنين، أنه يقولوا انتقلنا من مرحلة الدولة الضعيفة أو اللا دولة إلى مرحلة الفوضى ومرحلة الجماعات، يعني خلاص نحن نعيش على رحمة جماعات لا نعرف، لا أحد يتحمل المسؤولية. على الأقل حتى هناك سيقول لك هذا طرف انقلابي وطرف انقلب على السلطة لكنه يتحمل المسؤولية في إطار منطقته ويحاول أن يحكم الأمن. يعني نحن نلاحظ أن يقول لك داعش في الجنوب وداعش تتبنى فكر مضاد للحوثي، ولا نرى أي عمليات أو مواجهات على أرض الواقع مع جماعة الحوثي وهذه الجماعات المتطرفة. يعني هم الآن يصنعوا لنا أدوات تقلق الأمن وترسم صورة سيئة، والحكومة تتقاعس وتبطئ في خطواتها
سواء بقصد أو بدون قصد أو نتيجة قلة إمكانيات. نحن لا نريد أن نكثر من اللوم على الحكومة، لأنه بالآخر هم الآن حكومة كانت خارج البلاد وبدأت تعود بالتدريج، لكن عليها أن تشتغل بوتيرة أعلى، لأن الصورة الذهنية للدولة المدنية التي نطمح بها دولة ما بعد دحر الانقلاب ستبدأ بتعزيز مفهوم خاطئ لدى الناس. سيقولون نحن سننتقل من دولة الإمامة أو دولة الميليشيا نعم. إلى مرحلة اللا دولة، إلى مرحلة الفوضى طيب والعصابات الخارجة عن القانون أساسا، نعم أستاذ محمد. بالطبع سيكون لها تأثير سيء. طيب دعنا نشرك في الحوار الأستاذ علي الشريف، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور يا مرحبا بك أخي. أستاذ علي، هناك من يشكو ضعف الدعم للسلطات المحلية لفرض حضور مشروع الدولة، أنت كيف تقرأ ذلك؟ أولا مساء الخير أخي العزيز لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. الموضوع الأمني، ضبط الأمن في المناطق المحررة، أعتقد هو أكبر تحدي اليوم يواجهنا، يعني لأن هناك أن يحاول يعني نشر الفوضى بشكل كبير. هذا الأمر إذا لم يتم إيجاد حلول له فإنه يرسل رسائل سلبية جدا. الحكومة والسلطة الشرعية أمام تحدي كبير للغاية، لأن وجود هذه الفوضى وانتشار الجماعات المسلحة وهذه الاغتيالات وهذه التفجيرات يعني تجعلنا في وضع صعب للغاية. يرسل رسائل على مستوى الخارج أيضا، بالذات الجانب الدولي، يعني يأخذ نظرة سلبية جدا، وأن الحل يعني ربما لن يكون يعني بالبساطة التي تعرضها الآن الحكومة الشرعية. طيب يعني هناك تحدثنا يعني تحدث الضيوف الأكارم حول أن نكون على نعم مستوى المسؤول أستاذ علي في هذا الموضوع. يعني هناك تحدث نعم الضيوف الأكارم حول أن الكثيرين يشكون من ضعف الدعم للسلطات المحلية لفرض حضور مشروع الدولة، أنت كيف تقرأ ذلك؟ يا أخي دعني أكون واضح وصريح، المسؤولية بالدرجة الأساسية مسؤولية الحكومة. الحكومة تجد دعما كاملا من دول الخليج ومن التحالف العربي، لدينا حكومة فاشلة بكل معنى الكلمة، يجب أن نقول هذا الموضوع بكل وضوح وصراحة. يعني من الذي سيقوم بحل مشكلاتنا هذه وهذه التحديات ومواجهتها؟ إذا استمررنا في عملية إلقاء اللوم على الآخرين فإن هذا الأمر لن يجدي ولن يحل المشكلة. المواطن اليمني لا يعرف إلا سلطة شرعية، يعرف رئيس وحكومة ورئيس حكومة ووزراء. هذه الحكومة للأسف الشديد لا تقوم بواجبها. نحن نرى يعني أيضا دورها حتى في قضايا أخرى مثل قضية يعني قضايا خطرة مثل قضية الجرحى وأسر الشهداء، يعني تتعامل مع هذه القضايا بعملية بلا مبالاة وبلا شعور بالمسؤولية. هذا أمر لا 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 يجب الصمت عليه. لكن ولا هناك من يعوز يحتمل ذلك إلى عدم وجود دعم مالي كافي، وكذلك عدم وجود سيولة مالية لدى الحكومة بسبب وجود البنك المركزي في صنعاء، ويعني هذا ملف آخر قد يعني نغوص في تفاصيله، لكن ليس من سيولة مالية متوفرة لدى الحكومة التي هي بالأخير، أو هذه السيولة المالية هي من ستدفع مرتبات الموظفين، هي من يعني تحضر الدعم لهؤلاء، وهي من ستعينهم على يعني مواجهة الهموم والمشاكل. معك أخي أن الـ أن الـ أن الرواتب عملية أساسية، وبالذات الآن إحنا نرى أنه لدينا في القوات المسلحة والأمن تم صرف شهرين فقط ثم توقف الدعم. كيف ستعمل هذه المنظومة العسكرية والأمنية على ضبط الوضع وعلى تحرير المناطق وعلى ضبط المناطق المحررة؟ هذا أمر طبعا بالغ الأهمية، لكن يوجد حلول كثيرة. هناك يعني استعدادات من قبل دول الخليج بحسب علمي يعني بالدعم في هذا الموضوع بشكل كامل، لكن هناك إشكالية داخل الحكومة، إشكالية كبيرة ولا تخفى على أحد. هناك يعني لا مبالاة وهناك فساد للأسف. طيب إذا ما تحدثنا عن القوى الاجتماعية وكذلك الأحزاب السياسية في هذه المرحلة، أين يمكن الحديث عن دورها في ذلك؟ القوى الاجتماعية مهمة، لابد من عملية تحشيد، لابد من عملية تعبئة كاملة، لابد من إعادة الثقة
بين السلطة الشرعية والحكومة من جهة، وبين المجتمع والقوى الاجتماعية هذه، وتوظيف كل في يقوم بدوره في من موقعه وفي منطقته. هذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة الحقيقة، يعني لا تتناسب هذه الجهود مع هذا الاسترخاء الذي يعني نرى عليه الحكومة. فالحقيقة الحكومة تتحمل مسؤولية كاملة في هذا الموضوع، ولا بد أن يعاد النظر في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع موضوع انعكاسات خطيرة ليس على المواطن فقط الذي يبدأ يفقد الثقة في الجميع، ونبدأ ندخل إلى مرحلة اللا دولة ومرحلة الفوضى، وإنما ينعكس أيضا على المجتمع الدولي وعلى الشرعية الدولية التي تساند السلطة الشرعية وتساند الحكومة وتساند وتدين الانقلابيين وتحملهم المسؤولية. هذا الأمر لن يستمر طويلا إذا ما استمرنا بهذا الشكل من التسيب ومن اللامبالاة وهذه الفوضى. الآن هناك من يحاول أن يصور الوضع أن هناك جماعات إرهابية وجماعات مسلحة، يعني وبالتالي أيضا لا يخفى عليك بأن الانقلابيين والحوثيين بالذات في الدرجة الأساسية يحاولون تسويق أنفسهم لدى العالم الخارجي بأنهم الجهة الوحيدة المخولة بالتصدي لهذه الجماعات الإرهابية، وهو ربما كان السبب الذي يعني اجتاح في المحافظات الجنوبية. عملية استنفار كلي، الأمر ليس يعني مجرد يعني عمل يعني أو مسؤولية بسيطة، هذا أمر يرتبط بمصير البلد. إذا الأستاذ علي الشريف، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ محمد علي عثمان ضيفي من الدوحة. أستاذ محمد، يعني تحدث الأستاذ عبد الهادي العزعزي عن نقطة الإذاعات، إذا ما انطلقنا من هذه النقطة حول دور إعلام الدولة في تعزيز حضورها، كيف تقيم ذلك أو كيف تقيمه خلال فترة ما بعد التحرير؟ حقيقة أيضا الجانب الإعلامي هناك قصور غير عادي يا أخي. لو تلاحظ الطرف الآخر، الطرف الانقلابي، لديهم 3 قنوات يشتغلون بوتيرة عالية، استقطبوا كوادر إعلامية متمكنة، هناك دعم غير عادي لهم، يشتغلون بطريقة غير عادية، قريبين من الشعب ومن المواطن، يحتكون. للأسف هناك بعض قنوات في الشرعية تحاول أن تسوق الموضوع بشكل ديني والمجوس والروافض وما أدري إيش، وهذا إذن هناك حاجة أفهم منك عن يعني هناك حاجة لضرورة وجود إعلام دولة يتبنى مشروع الدولة. نعم، يجب أن يكون هناك إعلام يتبنى مشروع الدولة، ولا يتبنى المظلوم المطارد صاحب المذهب المضطهد بهذه النبرة. يجب أن يكون هناك إعلام دولة يحس المواطن من خلاله أن الدولة عادت، أن هناك خطاب موجه. الآن الحوثيون في شعارهم يقولون قناة اليمن من اليمن، حتى يحسسون الشعب أن قناة اليمن الثانية من خارج اليمن ليست داخل اليمن. يجب أن تعود هذه القنوات إلى الأرض وتشتغل، يجب أن ينزل مراسلوها، يجب أن ينزل كوادرها يلتقوا بالمواطنين، يوصلوا صوت الدولة للمواطن. أيضا هناك نقطة أود أن أعقب عليها، موضوع الدعم اللي يقول لك أنه كل الفلوس والموارد المالية في المركز. المركز أصبح مقطوع الآن، يعني لا إيرادات تصل إلى المركز إلى صنعاء. هناك الاحتياطي هم الآن في صنعاء يسحبون بالمكشوف، يعني الحساب بالماينس أوفر داون داخل في البنك المركزي، هناك حساب من الاحتياطي وحساب تحت بالسالب. فلا نظل أن نقول المناطق التي حررت والتي طبعت وعادت إليها الدولة يجب أن يشتغل المواطنون. يعني هي الفكرة أستاذ محمد، ولا أريد أن أدخل كثيرا في تفاصيل هذا الملف حتى لا نخرج عن سياق الحلقة، لكن هناك يعني واردات تصل حتى في المناطق المحررة تعود إلى المركز في البنك المركزي في صنعاء، لا زالت، والبنك المركزي هو من يرسل الرواتب في الأخير إلى المناطق المحررة، وهي يعني وهو ملف كبير، ويعني ضغوطات دولية بحسب ما تتوارد الأخبار على الحكومة وعلى البنك المركزي اليمني. لكن إذا ما تحدثنا عن الانضباط الأمني الموجود في بعض المحافظات المحررة، وفي نفس الوقت هناك اختلالات في الكثير من المحافظات أيضا المحررة، كيف يمكن أن تحضر الأمن الدولة عفوا وتعزز وجود الأمن هناك في ظل هذا الوضع الحساس ووجود جماعات وخلايا متطرفة وما شابه؟ أولا يا أخي يجب أن نشخص المشكلة. إذا كان هناك جماعات متطرفة
فعلا يجب أن يتم تحشيد شعبي وإعلامي وكذا لمحاربتها، ويجب أن لا نغطي عليها. إذا كانت هناك فصائل في المقاومة بذلت مجهود وحست أنها همشت أو رميت جانبا، يجب التعامل معها واحتوائها حتى لا نظل صراعات، لأنه في الأخير هناك جماعات يمكن أن ترى أنها بذلت مجهود وأنها تصدرت الدفاع والتحرير، وفي الأخير همشوها ورموها جانبا. يعني المسؤولية تلقى على عاتق الحكومة، لا نبرئها، يجب أن تتحرك وتعمل على المستوى الشعبي وتعالج الورقة الأمنية على وجه الخصوص وبأسرع وقت ممكن. أيضا يا أخي العزيز، هناك وعود بتحرير مناطق معينة مثل تعز وتباطؤوا، هذه الأمور تنعكس سلبا على بقية المناطق أيضا، حتى المناطق التي حررت. يعني نحن الآن نمشي بنفس طويل زائد على اللزوم. يعني أنت تقول ما عندك إمكانيات وبرضه قاعد تمشي بنفس طويل، ستنقلب الأمور عكس إذا لم تتحرك. لكن يعني دعنا ننظر للأمر يعني نظرة مختلفة أستاذ محمد، في حال لم تكن توجد حكومة الآن والبلاد بحاجة إلى مواجهة المشروع الانقلابي الذي قام به الحوثيون، يعني سيكون الوضع أصعب بكثير. إذا هناك نقاط إيجابية هي موجودة الآن، السؤال يقول كيف يمكن العمل على هذه النقاط بشكل أكبر؟ نعم يا أخي، هو أنا أقول لك الآن مش إحنا لسنا في مرحلة ثورة ونريد أن نشكل مجلس ثوري ومجلس يحكم تمام. البلاد كان لدينا دولة وكان لدينا مؤسسات شرعية ولدينا حكومة ولدينا دولة بكافة مؤسساتها، انقلب عليها المتمردون، فالآن نحن نواجههم. على الحكومة أن تشتغل بوتيرة أعلى من ما هي عليه. هناك خطوات إيجابية نحن ذكرناها سابقا، يجب أن تتحرك. يعني أنا عندما أقرأ تصريح لمحافظ لحج يقول عندما عينت في منصبي وعدت بأن أتلقى دعم وإلى الآن لم أتلقى حتى مركبات عسكرية أو أطقم عسكرية ليتم التواصل بها، هناك تقصير. إذا كان هناك شحة في مصادر الدعم، وأنا أتوقع أنه التحالف والإخوة في الخليج في المملكة العربية السعودية وفي الخليج عموما لن يقصروا في هذا الجانب. الإخوة في عدن بدأوا بتطبيع الحياة وأرسلوا سيارات أمنية ومصفحات وغيرها من الأدوات التي تساعد على استعادة الدولة. يجب العمل بمسؤولية. هناك تضارب مصالح أظن تعيق هذا التقدم داخل أعضاء الحكومة نفسها وداخل أطراف الشرعية نفسها للأسف، لكن نحن نذكرهم أنه يجب أن يتذكروا أنه الهدف أكبر من أي مصلحة شخصية، يجب أن يتحدوا ويعملوا بوتيرة أعلى. التحالف يقف معهم. أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي محمد علي عثمان، كنت معنا في حلقة اليوم عبر السكايب من الدوحة، كما هو الشكر موصول لجميع الضيوف الذين كانوا معنا، ولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل التحريري والفني، دمتم والوطن بألف خير.